السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار. حلقة جديدة من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الحد الموافق 11 أغسطس 2024 من الميلاد. قررت أن أنا ألبس أبيض النهاردة عشان كانت امبارح ليلة بيضة. امبارح كانت ليلة بيضة، سبحان الله، ربنا كريم وعظيم ورزاق ومنعم ووهاب ومنان وحنان وكل الوصفات والألقاب والصفات الحلوة في الخالق العظيم سبحان الله عما يصفون. ربنا لم يرد انه الاولمبياد تنتهي، بالمناسبة النهاردة حفل ختام الاولمبياد بالليل في باريس. ربنا لم يرد ان الاولمبياد تنتهي الا ويدينا جرعة من الفرحة للمصريين، لانه عارف ان الاولمبياد لو كانت انتهت بالحالة اللي كنا عليها لحد امبارح الظهر كانت هتبقى سواد. ما ينفعش الاولمبياد تبتدي وتخلص واحنا طالعين ببرونزية، مع كامل الاحترام لقيمة البرونزية اللي احرزها بطلنا محمد السيد، بس مصر ما كانش ينفع في الجدول تبقى برونزية وابيض يا ورد الجناين بعد كده. فيشاء السميع العليم انه يمطر علينا الميداليات في كام ساعة. امبارح بالليل كانت العظيمة العظيرة سارة بطلة مصر في الرفع الاثقال، سارة سمير، تتحفنا بيه في الضية وكانت تستاهل الذهبية، وعشان كده كان سر دموعها دي مش دموع فرح، ده كان دموع حزن انها لم تستطع انها تحرز الذهبية اللي كانت تستحقها عن جدارة. ثم الكرم الواسع الكرم الكبير بذهبية احمد الجندي في رياضة الخماسي الحديث، واللي اختتمت ميدالياتنا واللي اختتمت معاها العاب البطولة الاولمبية. عشان كده بقول لكم ربنا كرمه كبير. وزي ما انا قلت امبارح قبل ما اتكلم في التفاصيل دلوقتي، زي ما انا قلت امبارح، نفرح بالميداليات، نفرح بالميداليات، لكن الميداليات وفرحتها لا يجب ان تنسينا الحساب. الميداليات وفرحتها لا يجب ان تنسينا الحساب. مش بقى نقول خلاص بقى ما هيطرت اهي ورزقت وخلاص خدنا ميدالية ذهبية وميدالية فضية الحمد لله كده ونبص لقدام. لا، ما احنا مش هنعرف نبص لقدام الا لما نبص لورا، ومش هينفع نصلح اللي قدام الا لما نعاقب اللي قصر واللي اخطا ورا. هي دي سنه الحياه. على فكره انا لست قاسيا ولست ظالما ولست منتقما ولست سوداويا ولا حاجه ابدا. سنه الله في الارض هي سنه الثواب والعقاب. اللي بيعمل حاجه كويسه يثاب ويكافئ، زي ما ابطلنا الثلاثه هيكافئوا، وانا سمعت انه الارقام كنت نفسي تبقى اكتر بس الحمد لله كويسه. المكافاه الماليه بتاعه الميداليه الذهبيه تقارب 5 مليون جنيه، والمكافأة المالية بتاعت الميدالية الفضية اعتقد 3 مليون جنيه، والبرونزية مكافأة مالية قدرها 2 مليون جنيه. فلوس كويسة على قد اقتصادنا الحلو. كان نفسي يبقى اكتر، لانه الناس دي فرحت امة. الناس دي فرحت امة. يعني ذهبية الجندي عندي تساوي 100 مليون جنيه. بس معلش يا جندي، العين بصيرة والايد قصيرة. كان نفسي نطلع لك 100 مليون جنيه وانت تستحقها. وهقول لكم كمان شويه ليه هو يستحق بالذات اكتر من 100 مليون جنيه. بس المهم انه على الاقل ما نسمعش بقى كلام الفاضي اللي كنا بنسمعه زمان، 50,000 جنيه و100,000 جنيه مكافاه وبتاع اقل من تذكره الطيران. فمعقوله قوي 5 مليون و3 مليون و2 مليون رغم ان ميدالياتهم اقيم من اي فلوس. كلامي واضح اهو، ميدالياتهم اقيم واغلى واثمن من اي فلوس، لكن برضو لازم يكافئوا. فنرجع للفكره الاساسيه، ان الفكرة والعدل يقوم على الثواب والعقاب. طب اللي اشتغلوا حلو واللي رفعوا راسنا واللي حققوا انجازات هيتكافئوا ويثابوا. طب اللي ما عملش كده، اللي اخفق، اللي قصر، اللي فسد، اللي طلع حبايبه بالواسطة، اللي صفر ناس وما كانش ليهم ان هم يسافروا، اللي اللي غلط وطلع امرأة حامل في شهرها السابع بدل ما تبقى قاعدة في فراشها تنتظر الولادة السعيدة تبقى بتشترك في الاولمبيات، واللي طلع واحدة ازيد من وزنها عشان اتعشت بالليل فطلعت بره الوزن فاستبعدوها من البطولة، واللي كان هيطلع البنت بتاعت الدراجات اللي كانت هتموت زميلتها ولولا ان السوشيال ميديا هاجة وماجة قبل السفر فمنعت. كل الكلام ده ما ينفعش يعدي مرور الكرام. كل هذه الاخطاء والسلسلة من التقصير والمشاكل في الإدارة والتخطيط لا يجب أن تمر بلا حساب، لأنها لو مرت بلا حساب هتتكرر تاني.
ما هو اللي عمل الخطأ ده وما تعاقبش واتقرصت ودنه واستبعد من المنظومة تماما ايا كان مين، ايا كان، مش بتكلم على لعيب ولا اداري ولا عامل ولا مدرب، انا بتكلم على المنظومة كلها بداية من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية ورؤساء الاتحادات مرورا بكل الدرجات نزولا الى اقل اللاعبين سنا وخبرة، كله الكل يخضع للحساب والكل يخضع للثواب والعقاب، مفيش حد فوق القانون ومفيش حد فوق المحاسبة، مفيش حد فوق القانون ومفيش حد فوق المحاسبة. فأنا أرجو أنه من النهاردة بداية الإصلاح للأولمبيات القادمة في لوس أنجلوس 2028، ربنا يحييني ويحييكم، بداية الإصلاح هو أن احنا نقفل الغلط عشان نبدأ صح. عمرك ما هتبدأ صح ولسه في ديول للغلط، دي قاعدة في علوم الإدارة، عشان تبني جديد وتصلح سد الثغرات اللي جابت لك المشاكل. ليه بقى انا قلت لكم ان احمد الجندي بالذات ميداليته دي تسوى 100 مليون جنيه واكتر؟ لان الحقيقه انها مش ميداليه، دي 5 ميداليات. هي الرياضه اسمها ايه؟ الخماسي الحديث، رياضه الخماسي الحديث. الخماسي دي جايه منين؟ هل بيخمسوا عليه يعني خايفينه من الحسد ولا بيبخروا ولا لا؟ طبعا جاي الخماسي الحديث لانها 5 رياضات مضروبين في الخلاط في لعبه واحده. الخماسي الحديث 5 رياضات متنوعة مختلفة تماما عن بعضهم مضروبين في الخلاط بيلعبها لعيب واحد تحت مسمى لعبة واحدة، وللأسف ليها ميدالية واحدة. يعني لو في انصاف الرجل ده يبقى معلق على صدره 5 ميداليات. ايه هم الـ5 العاب؟ عدوا معايا. 1 فروسية وقفز حواجز بالخيل. 2 رمي، رمي اللي هو الدشان. 3 العدو، الجري واختراق ضحية وحاجة صعبة كده. 4 سباحة. 5 بسم الله ما شاء الله مبارزة بسلاح الشيش. وفي 5 تفوق وكسر الرقم الاولمبي والعالمي. في 5 رياضات تفوق على كل اقرانه وكسر الرقم الاولمبي والعالمي. الرجل ده عامل اعجاز مش عامل انجاز. في فرق، احنا مش عارف لما نفوز بكاس الامم الافريقيه هنا اقول لك منتخب مصر عمل اعجاز، لا ما عملش اعجاز، ما احنا العادي ان احنا نفوز بكاس الامم الافريقيه، احنا اسياد القاره وكرتنا من عمالقه القاره وطبيعي ان احنا نكسب كاس الامم الافريقيه، هو مش طبيعي ان احنا نخسر، فطبيعي ان احنا نفوز، فدي اسمها انجازات. لكن اللي عمله الرجل ده اسمه اعجاز، بامكانيات قليله تغلب على كل اقرانه واحرز 1550 نقطه. 1550 نقطة، 55 بالتعديل، 1555 نقطة، يعني 1.35 اهو في عين العدو، 1555 نقطة كاسرا الرقم الاولمبي والعالمي، يعني بطولات العالم والاولمبياد هو دلوقتي صاحب الرقم القياسي فيها، ومتفوق في الرياضات الـ5. فالراجل ده الحقيقة 5 وخميسة عليه، يستاهل انه يتكرم تكريم مختلف واستثنائي كما انه محترم واستثنائي. وانا احلى حاجه عجبتني النهارده لما سمعت اول تصريح له بعد الفوز بالميداليه الذهبيه، ما عادش يتكلم بقى انا حلو وانا جامد وانا مش عارف ايه وانا بصوا العقليه عشان تعرفوا كيف يفكر البطل. اول كلمه قالها ايه؟ مش انا سعيد وفرحان طبيعي ماشي، قال ان شاء الله اعدكم بميدالية اخرى في اولمبياد لوس انجلوس 28. بصوا الحلاوة، مش بقى يقول انا تمام وانا جامد وانا عملت وانا مش عارف ايه وبشكر المصريين وانا راجع لكم ان شاء الله وعايز استقبال حفل في المطار وبتاع زي ما بيحصل من الاشاوس التانيين بتوع كرة القدم. لا، ده المنتخب الاولمبي كان عايزنا نستناه في المطار. هتقولوا لي انا بقول لكم بعض اللعيبة قالت هم ايه الناس مش هيستنونا في المطار، فانا مش عارف الحقيقة كنت ارد عليهم اقول لهم ايه. انتوا عملتوا حاجة حلوة ان انتوا وصلتوا للسيمي فاينل، بس 6 بتاعت المغرب تخلونا ما نستناكوش في المطار، نستناكوا في حتة تانية. 6 يعني وعايزيننا نستناكوا في المطار؟ يعني الناس بيقولك اذا بليتم فاستتروا، ما علينا. فالجندي ده
عنده عقلية البطل، واللي عنده عقلية البطل ده ما يتخافش عليه، بل بالعكس ندعمه ونطمن على مستقبله. ده واحد لسه الذهب ما نشفش في ايديه في باريس، وبيقول لك من دلوقتي استنوني باذن الله بعد 4 سنين في اولمبياد لوس انجلوس عشان ان شاء الله هنحتفل بميداليه تانية. ايه الجمال ده يا ابني؟ ربنا يحميك ويحرسك ويحافظ عليك. يحافظ عليك دي اهم حاجه. ليه بقول يحافظ عليك؟ عشان احنا بعض الابطال كانوا عندنا في اولمبياد طوكيو سنه 20 ولا 21 اللي اتعملت بعد الكورونا بسنه. فكان عندنا ابطال وجابوا ميداليات، بس للاسف لما جينا السنه دي ما لقيناهمش. بعضهم ما تاهلش اصلا وما سافرش، وبعضهم سافر وما عملش على الاقل حتى اللي عملوا البطوله اللي فاتت. ده معناه ايه؟ ده معناه ان في كيرف نزل، معناه ان هم حتى ما عرفوش يحافظوا على مستواهم، وان الدول التانية اشتغلت وطورت واجتهدت واحتكت وعملت معسكرات فتقدمت بالمستوى، فبقت هي دلوقتي المستحقة للميداليات دي. لازم يتحط عليها دايرة كده ونحقق فيها ابطالنا اللي واخدين ميداليات في طوكيو، ليه ما حققوهاش تاني في باريس؟ ليه الوحيد هو الجندي؟ ليه؟ لانه واضح ان عقليته زي ما شاورت لكم كده. وبعدين ده مش بس حافظ على مستواه، ده ارتقى بمستواه، جاب لنا في طوكيو فضه وجاب لنا امبارح ذهب. البطله كمان العظيمه هي ساره سمير، دي حكايتها بقى كمان اصعب. ساره سمير جابت برونز من 8 سنين. ساره سمير جابت برونز من 8 سنين، يعني في الدورة مش اللي فاتت طوكيو، لا اللي قبلها مش فاكر كانت فين. افتكرونا الدورة بتاعت 2016 كانت فين؟ والله ما انا فاكر، اتأكدوا عشان يعني ما تفتيش يا انس، ما تفتيش يا ابني، انا مش فاكر الدورة كانت ايه 2016، بس المهم جابت فيها برونزية. هتقولوا لي الله، امال الدورة اللي فاتت ايه وقعت منها ليه؟ هقول لكم مش منها، منهم. سارة سمير هي وكل رياضة رفع الأثقال في مصر لم تشارك في أولمبياد طوكيو اللي فاتت، عشان احنا كان متوقع علينا عقوبة بسبب ان الاتحاد المصري لرفع الأثقال كان بيدي اللعيبة بعض الأدوية ما كانش يعرف انها منشطات. بالصدفة ما كانش يعرف ان فيها حاجات محطوطة في الجدول في المنشطات. فالاتحاد الدولي لرفع الأثقال قال لك مصر مش هتشارك في أولمبياد طوكيو كل البعثة. فحرمت سارة سمير وحرمنا نحن من ميدالية أولمبية في طوكيو. فسكتت وهديت في ريو دي جانيرو. طب خلاص يا عم افتي براحتك بعد كده. 2016 جابت لنا برونزية في ريو دي جانيرو، وحرمت منها في طوكيو لأنها فصبرت وصبرت واجتهدت وجابت لنا فضية، يعني كمان ارتقت بمستواها من 8 سنين من برونزية لفضية، وشفتوا دموعها الغالية عشان كانت بتقول أنا كان نفسي أجيب الذهب. مش زي ما الناس قالت لك امبارح دي دموع الفرح وبتاع، لا، الابطال يزعل لو طلع المركز الثاني، يزعل لو طلع الثاني، فهي كان نفسها الذهب وهي كانت تستحق الذهب، لكن احنا بالنسبه لنا يا ساره كانك جبت الذهب وزياده، طالما عملتي اللي عليكي وزياده احنا كمان مقدرينك بزياده وشاكرينك بزياده وهنحطك فوق راسنا كمان بزياده. القصه هنا يا جماعه قصه مشاريع ابطال ينفع ان احنا نراعيهم وناخد بالنا منهم. مشاريع ابطال ينفع ان احنا نراعيهم وناخد بالنا منهم. طيب بمناسبه بقى الصوره اللي الفيديو اللي كان موجود دلوقتي، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وهو بيهني ساره اول ما كسبت وهي بتعيط، نزل وطبطب عليها وقال لها مبروك يا حبيبتي وبرافو عليكي واحنا فرحانين بيكي واوعي تعيطي وبتاع، انا عارف ان انت كنت نفسك في الذهب لكن احنا فرحانين بيكي جدا وهنقدرك جدا وتمام جدا جدا. بمناسبة بقى هذا الفيديو، في تصريح النهاردة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أنا الحقيقة يعني معلش ما تزعلش مني يا دكتور أشرف، أنا شايف التصريح مش موفق أوي، التصريح مش موفق أوي. قال إيه الدكتور أشرف؟ قال نحن لسنا فاشلين رغم أنف الحاقدين. إذا صحت التصريح، لأن التصريح منقول على مواقع كتير، يعني أنا أتمنى أنه ما يبقى صح، لكن إذا صح التصريح بقول سيادتك أنه
مش موفق قوي. انا فاهم ان انت باعتبارك وزير الشباب والرياضه، فمن من حقك او من واجبك ان انت تدافع عن منظومه الرياضه وتدافع عن اللعيبه وتدافع عن الاتحادات وتدافع عن، طبيعي طبيعي، بس في النهايه لازم نقف زي ما قلنا كده قدام الايجابيات ونعظمها وما نشوهاش. انا مش هدف التشويه، نعظم الايجابيات ونبروزها ونفرح بيها، بس كمان نقف قدام السلبيات. والحقيقه ان السلبيات هذه المره كتير كتير، ومحدش قال ان احنا فاشلين بالجمله ولا ناجحين بالجمله. يعني فكره الفشل المطلق او النجاح المطلق لا، بس احنا عندنا فاشلين، عندنا فاشلين يا معالي الوزير، ومش عيب ان احنا نقول الكلام ده، بل العيب ان احنا نحط راسنا في التراب زي النعام ونداري على اخطائنا. عندنا فاشلين، عندنا فاشلين، عندنا مقصرين في الإدارة وفي التخطيط، عندنا مقصرين في الإدارة وفي التخطيط، عندنا ناس ليسوا أكفاء في الاتحادات اللي مسؤولة عن كتير من الألعاب، عندنا ناس ليسوا أكفاء ومحتاجين ان احنا نشوف غيرهم، والجمعيات العمومية والانتخابات تفرز لنا ناس أكفاء وإدارجية بحق، وإدارجية بحق. ثم الجملة التانية اللي هي رغم أنف الحاقدين، مش بالضرورة كل اللي زعلان حاقد، مش بالضرورة كل اللي متضايق من الأخطاء والمشاكل اللي حصلت يبقى حاقد، مش بالضرورة كل اللي كان نفسه مصر يبقى وضعها أفضل وميدالياتها أكتر وإنجازاتها أكتر يبقى حاقد. ما أنا هو أنا بالفم المليان، وأنا أدعي أن أنا بفهم في الرياضة ومتابع في الرياضة والرياضة كلها مش كرة القدم بس، كل الرياضات بشكل كويس. أنا شايف أن مكانتنا وإمكانياتنا تستحق ميداليات أكتر ومراكز أكتر وألقاب أكتر، أنا شايف كده، وشايف بالفم المليان انه كان بالامكان افضل مما كان. انا شايف كده بالتأكيد، انا مش حاقد، وبالتأكيد انا محب البلدي ونفسي بلدي دي تبقى في اعلى مكان. فخلينا نبص للناقدين مش للحاقدين، نبص للناقدين مش للحاقدين، والفارق كبير. الناقد ده اللي بينقد، مش بينقد الوضوء، بينقد علشان عايز يصلح، عشان نفسه في الاحسن، عشان وطني وبيحب بلده ونفسه بلده تبقى في احسن حته. هنا لازم اسمع منه واسمع رايه، مش اوصمه بالحقد او اشوهه خالص. فانا وانا متاكد، ولانه قالها الدكتور اشرف صبحي من يومين، قال في تصريح شهير، قال بعد الستة الشهيره بتاعت كره القدم، قال سنحاسب كل من قصر في البعثه المصريه. فهو انت قلتها اهو يا دكتور، وانا هنا معاك بقى في التصريح ده مليون في المية، لان ده التصريح الصح. هنكافئ الابطال اللي شرفونا وسنحاسب بيد من حديد كل من قصر في البعثة المصرية. لكن انسى بقى الحاقدين ومش الحاقدين وكذا، في سلبيات، في سلبيات، في اخطاء كتيرة فيه ولازم تتصلح، واول الاصلاح هو انه نشوف الخطأ فين ونعاقب اللي اخطأ ونزيحه من المنظومة، نزيح من المنظومة. مرة تانية مليار مبروك للجندي، مليار مبروك لسارة سمير، مليار مبروك لمحمد السيد، ومصر تستحق ان شاء الله افضل، وبإذن الله هنفرح اكتر في اولمبياد لوس انجلوس اللي جاية 28. وبالمناسبة خبر كده، بما اننا بنتكلم عن الاولمبياد، في كلام النهاردة صدر من اللجنة الاولمبية الافريقية بيقول ان مصر تفكر جديا في تقديم ملف استضافة اولمبياد سنة 2034 او 2040. طبعا كلكم دلوقتي تقول يا خبيض يا مين يحينا 2036، يا مين يحينا في عمر الدورات والالقاب والكذا. الحاجات دي بسيطة، انت لو خدت شرف تنظيم اولمبياد سنة 2040 اللي هو بعد 16 سنة من النهاردة اهو، لازم تبدأ يوم السبت اللي جاي تحضر. فاكرين قطر؟ كنا خدت 2010 او 2011 باين، قطر خدت حق تنظيم كاس العالم 2022، ساعتها احنا قلنا يا نهار ابيض فين 22، عدت الايام بسرعه جدا ومونديال قطر خدته وتم وخلص وعدى ودخلنا على المونديال اللي بعده، فالايام بتجري. فمصر ومن حيث البنيه التحتيه انا شايف ان مصر تقدر، من حيث البنية التحتية انا شايف ان مصر تقدر، سواء خدنا سنة 36 او بتاعة 2040 انا شايف ان مصر تقدر. احنا من دلوقتي عندنا بنية تحتية، كتير من دول العالم
ما عندهاش، خصوصا بعد الصروح الرياضيه العظيمه اللي اتعملت في العاصمه الاداريه استاد مصر ومدينه مصر الاولمبيه وتراكات الخيل اللي هناك والفنادق، وحاجه الحقيقه عظيمه عظيمه. بس بقى استضافه الاولمبيات مش بس بنيه تحتيه، لا، اولمبيات تتلعب على ارضك لازم تنافس عليها. مش هينفع ساعتها بقى واحده ذهب وواحده، مفيش كلام من ده، مفيش كلام من ده. اولمبيات على ارضي يعني انا ميدالياتي منوره في الجدول، وعندنا وقت اهو. مش بقى نهيئ رياضيين، نخلف رياضيين. يعني لو خلفنا حد من دلوقتي ان شاء الله بعد 16 سنه يبقى شاب كده يعرف ينافس، بس يتعمل له مشروع البطل ومشروع الاولمبي والحاجات اللي عم نسمع عنها دي، بس صح الصح. قولوا يا رب. عندي خبرين سراع عايز اقفل بيهم لقطات او ملفات الرياضه. الخبر الاول متعلق بكره اليد الهاندبول، وانا قلت لكم من كام يوم انه من ضمن البعثه اللي المفروض على مستوى الارقام اخفقوا منتخب اليد، لان منتخب اليد كان اقل القليل انه كان يحافظ على مركزه في الاولمبياد السابقه والمركز الرابع. والحقيقه ان احنا كلنا تقريبا واحنا مغمضين كنا مستنيين من منتخبنا ميداليه هذه المره، لانه كان يستحق. بس انا قلت لكم انه رغم الاخفاق، ما انت ما وصلتش لهدفك، اسمه اخفاق، هتسميه بقى اخفاق بس اخفاق اصل، اسمه اخفاق. ومع ذلك يمكن ده من الفرق الوحيده اللي هقدر اقول ان سوء التوفيق وسوء الحظ كان عامل رئيسي في هذا الاخفاق، لان انا شفت كل المباريات بتاعت منتخبنا، وكل المباريات الحقيقه ادوها بعظمه، بما في ذلك المباراه اللي خسروها امام منتخب اسبانيا في الدور ربع النهائي، واللي لم تؤهلنا الى اللعب على الميداليات في النصف النهائي. مباراه كنا متسيدينها وعملنا كل حاجه، بس اخر 10 دقائق، حتى مش هقول لكم احنا قصرنا، اخر 10 دقائق الحظ بس هو اللي قرر ان احنا ما نكسبش. كوره الناحيه دي ما بتخشش والناحيه دي بتخش، كوره تيجي زي ما قلت لكم كده تخبط في ايد حارس مرمانا محمد علي وتخبط في العارضه وتخش، والناحيه الثانيه الكره تخبط في ايد الحارس والعارضه وتطلع. خمس ست مرات بالمنظر ده وخمس ست مرات بالمنظر ده، خلاص طبعا انت بتلعب فرقه ثقيله، لما تضيع مره واثنين وثلاثه قدامها مش هيرحموك. ولا مره اللعيبه لعبت كره وحشه او تسديده وحشه، كلها في العارضه وترد تخبط في مش عايزه تخش، يعني نصيب. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله التعويض والعوض باذن الله في كاس العالم لكره اليد القادمه، وهي قريبه جدا في شهر يناير اللي جاي في بدايه سنه 2025، يعني فاضل خمس اشهر تقريبا. فان شاء الله منتخب ده باذن الله هيعوض لنا الاخفاق ده ويحرز لنا والله مش بعيد لقب كاس العالم. هتقولوا لي بس احنا ممكن نوصل للسيمي فاينل، ممكن نوصل للفاينل، بس مع الدنمارك مفيش هزار. هقول لكم هو ده بقى الخبر، انه النهارده كانت المباراه النهائيه في اولمبياد باريس، والدنمارك كانت بتلاعب المانيا. صحيح الدنمارك تقريبا كانت في نزهه النهارده في الفاينل، كانت في نزهه وخلص الماتش 39-26 لصالح الدنمارك، فرق 13 هدف في الفاينل. يعني مش بقول لكم مثلا في دور المجموعات، في الفاينل المباراه النهائيه المفروض اقوى قوتين، بس ما فيش قوتين، الدنمارك قوه مش موجود زيها في كره اليد على وجه الارض. 39-26 في حين ان احنا ماتشنا معاهم كان ماتش احسن بكتير، وهم كسبونا بفرق 3 بس لما ان هم كانوا معانا في المجموعه. الخبر الحلو مش ده، طبعا مبروك الدنمارك تستاهل الذهبيه في كره اليد. خبر الحلو ان بعد الماتش النهارده اتنين من الاشاوس بتوع منتخب الدنمارك اللي عقدونا في حياتنا خلال العشر سنين اللي فاتوا اعتزلوا اللعب دوليا. مايكل هانسن اللي هو اللي كان بيحط دايما شريطه بيضة كده حوالين راسه وشعره طويل وكان فين يوجعك بيشوط من اي حته وجوان، مايكل هانسن النهارده بيعتزل اللعب الدولي. والمصيبه المسيحه اللي اسمها لاندين اللي انا مسميه مندولين اللي هو حارس المرمى. فاكرين في بطوله العالم اللي هنا حارس المرمى ده لوحده كان بيلعبنا وهو اللي خرجنا. حاجه صعبه قوي 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 قوي، ساحر مش حارس مرمى. النهارده كمان الحمد لله اعلن اعتزاله اللعب الدولي. فالخبر الحلو لاتحاد كره القدم اتحاد كره اليد المصري، ابشروا منتخب الدنمارك من وجهه نظري بقى منتخب عادي قوي جدا، بس على الاقل عادي يتغلب بعد ما هنسن ولاندين اعتذر. فبالتالي شدوا حيلكم واتمرنوا كويس، كاس العالم اللي جاي ان شاء الله عينينا على الفاينل، ان شاء الله عينينا على الفاينل. الخبر الثاني او اللقطه الثانيه لقطه الحقيقه مؤسفه ومؤلمه، لانها متعلقه بلاعب منتخبنا القومي، واحد من نجوم الكره المصريه، ولاعب الحقيقه انا بحب، مش بحبه، انا بحب مهاراته وبحب لعبه وبحب
بس للأسف أوقع نفسه في أزمة ومشكلة كبيرة جدا جدا جدا، الله أعلم هيخرج منها إزاي. أنا هنا أتحدث عن لاعب نادي الزمالك وظهير أيسر المنتخب المصري أحمد فتوح. أحمد فتوح امبارح أثناء قيادته لسيارته وكان جنبه حارس مرمى نادي الزمالك محمد صبحي، دهس ده اللفظ القانوني، خبط يعني بالعربية أمين شرطة فأرداه قتيلا. اتقبض عليه وراح يتحقق معاه. فأول شيء قانوني بيتعمل انه اي حد عامل كده بيتعمل له تحليل مخدرات عشان يتشاف، وخمور عشان يتشاف اذا كان بيقود تحت تأثير خمرة او مخدرات. فاتعمل للاثنين فتوح ومحمد صبحي. محمد صبحي طلعت عينته سلبية فالنيابة اخلت سبيله. احمد فتوح التحليل الاولي، خدوا بالكم انا كلامي دقيق جدا، لا بقول رأيي ولا بقول، انا بقول لكم معلومات واخبار. التحليل الاولي للمخدرات طلعت عينته إيجابية. إيجابية يعني يعني التحليل الأولي بيقول إن في الدم في نسبة مخدرات. هنا النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وأدي صورة التحليل اللي صدر لأحمد فتوح، وفي أول واحدة خالص أهو زي ما أنتم شايفين كله نيجاتيف، أول واحدة خالص مكتوب بوزيتيف. والعينة البوزيتيف معناها انه ثبت وجود نسبة ما من مخدر ما. نسبة ما من مخدر ما. كابتن عبد الواحد السيد مدير جهاز الكرة بالنادي الاهلي قال تصريح منذ قليل، نادي الزمالك انا اسف، قال تصريح منذ قليل قال انه هذه التحاليل هي عينة اولية واللاعب سيخضع لعينات اخرى اكثر دقة واكثر تخصص عشان نتأكد من ثبوت او عدم ثبوت نسبة مخدرات في قصة صعبة. وانا طبعا انا بقول لكم اهو لنا اجرؤ اخش في تحقيقات النيابة ولا تحقيقات المباحث، ولا طالما الموضوع خلاص في ايدي الهيئات القانونية ولا كلمة ونسكت. لكن الواحد يزعل، خلاص هو القانون هياخد مجراه، هيطلع بريء هيخلى سبيله، هيطلع مدان هياخد عقابه، ملناش علاقة ولا نتدخل في عمل النيابة ولا الداخلية ولا القضاء. لكن على المستوى الإعلامي الواحد يزعل لما الناس ما تاخدش بالها من نفسها كده، يزعل لما الناس تفرط في نعمة ربنا اللي بيديها لها، اداك شهرة واداك نجومية واداك رزق واداك فلوس واداك عربيات وانت لسه شاب صغير. دي نعمة كبيرة قوي 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 قوي. في شباب ايه؟ في رجالة كبار خلصوا عمرهم وما حصلوش على 10% من اللي عندك من شهرة وجماهيرية وفلوس وكذا. نراعي بقى ونصون النعمة ولا ما ناخدش بالنا منها؟ على فكرة كلامي مش لفتوح، كلامي لكل الناس اللي ربنا انعم عليها في الفن وفي الرياضة وفي مش عارف الايه والايه والايه. هذه نعمة يجب ان تصان ولا يجب ابدا ان تهان. يا رب بس الناس تاخد بالها. وطبعا رحمة الله على الأمين الشرطة، أنا متأكد دلوقتي أهله يعني في مأتم وحالتهم صعبة جدا، ربنا يصبرهم وربنا يغفر له ونحتسبه من الشهداء. وأنا متأكد كمان من معرفتي الوثيقة بوزارة الداخلية والسيد المحترم وزير الداخلية إنه وزارة الداخلية تعوض اهله وتقف جنبهم وما بتتخلاش ابدا 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 عن رجالتها، سواء اللي موجودين على قيد الحياة وبيخدمونا او حتى اللي رحلوا عن عالمنا. قبل الفاصل هوريكم فيديو لطيف كده من دعبستي على السوشيال ميديا اعترت فيه. انتوا عارفين ان انا عاشق ومحب جدا للغة العربية وقواعد اللغة العربية، على رأي حمامة فندي في غزل البنات، تضليع في اللغة العربية وقواعد اللغة العربية، بحبها جدا وبحب النحو والصرف والإعراب. فلقيت النحو والصرف والإعراب راكبين على حاجة حلوة قوي متعلقة بحاجات للأسف بعضها بيحصل في بعض دولنا العربية. اسمعوا، شفتوا اللغة العربية عبقرية ازاي؟ اللغة العربية عبقرية ازاي؟ هذه فقط لأولي الألباب.
نلتقي بعد الفاصل. طبعا اللي حصل امبارح في مدرسة التابعين في غزة من مجزرة إسرائيلية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. شيء الحقيقة يندى له الجبين، يندى له الجبين. وأنا امبارح، أنا آسف يمكن انفعلت شوية وأنا بناقش مع حضراتكم القصة دي، لأنه الموضوع وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال. لما الفجور والفحش والبطش للكيان الصهيوني يصل إلى هذه المرحلة أن يضربوا الناس وهم بيصلوا صلاة الفجر في إحدى المدارس اللي واخدينها شلتر يعني ملجأ وملاذ آمن للأسر اللي تهدمت بيوتها في غزة، فراحوا يحتموا المدرسة وبيصلوا الفجر يدعوا ربنا أن يزيح عنهم هذا البلاء، فيكتب لهم ربهم الشهادة على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والغاصب والفاحش. والحقيقة أنا قلت لحضراتكم امبارح انه مش هيحصل حاجة، وانه الدنيا مش هتقوم ولا حاجة، وان محدش هيعمل حاجة، وده اللي حصل. بعد مرور اكتر من مش 24 ساعة 36 ساعة اهو على المجزرة الوحشية التي لا يمكن لاي عاقل او بشر او انسان انه يسكت عنها، لا شيء تحرك. لا الولايات المتحدة الامريكية قالت لحليفتها حتى ما يصحش كده، حتى من باب المنظر ما قالتش. الامم المتحدة كل اللي قالته امبارح في بيان مقتضب ان اللي حصل في مدرسة التابعين شيء صعب قوي. يا سلام عليكي، شيء صعب قوي، كتر خيرك والله، كناش عارفين من غيرك يا امم المتحدة نعمل ايه، وباقي الدول كلها تتفرج ولا شيء، وليس لهم الا الله، وليس لهم الفلسطينيين الا الله. بس اللي ليه ربنا احسن من اللي معاه اي حد، لان الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل مساء الاحد. الدرس الخصوصي الاستاذ الدكتور وسيم السيسي، شرف ونور. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك حبيبي، مشرف مكانك وبيتك. شكرا جزيلا. وكالمعتاد الدكتور وسيم دايما يتحفنا بهدايا، والنهاردة هدية قيمة لأنه قيمة وقامة كبيرة في المجال العلمي، الأستاذ الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي. شكرا جدا، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، زي ما عليك. تسلم، شرف كبير، شرف كبير وجودك معانا. والحياة هدايا الدكتور وسيم لا تتوقف، وأنت أبرز هدايا النهاردة. العفو يا فندم، تحياتنا فندم. شكرا جدا. وطبعا من تخصص الدكتور مجدي عرفنا إحنا هنتكلم عن إيه. هنتكلم عن التغذية في مصر القديمة. هنتكلم عن التغذية في مصر القديمة. انتوا عارفين دايما الدرس الخصوصي بتاع مساء الاحد عندنا في اخر النهار متعلق بان احنا على الاقل ما يحصلش قطيعة بيننا وبين اجدادنا المصريين القدماء العظماء. فنحاول ان احنا ننهل من علمهم ومن حضارتهم ومن تقدمهم قدر ما نستطيع. مش بس بنتكلم عن الاثار لمجرد انها اثار، لا، كمان ننهل من العلم. فالنهاردة الباب العلمي اللي هنتكلم فيه هو علم التغذية عند المصريين القدماء. تمام. زاوية الدخول ايه يا دكتور؟ زاوية الدخول كانوا بينصحوا بايه؟ كانوا بينصحوا بايه؟ فانا يعني حطيتها في الثلاثية. كويس. فاهم ثلاث نصائح كانوا ينصحوا بيها. اياك ان تأكل من ثمار البلاد الاجنبية. يجب ان تأكل من ثمار بلدك. تذكر انك جئت من تربة هذا البلد، فعليك ان تأكل من ثمارها حتى يتوافق طعامك مع جسدك. يا سلام، دي كانت اول نصيحة. حلو. النصيحة الثانية، لا ثانية واحدة، دي نصيحة تعدي كده. دي نصيحة غذائية سياسية اقتصادية. الله عليك، إذا جاز التعبير. الله عليك. صح وصح ما تعديش، ولو حضرتك اذنت لي. لا طبعا، ساعات الدكتور وسيم. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. لا انا على فكره انت القاعده هنا يا دكتور، انا اللي ضيف. دكتور وسيم وصاحب الفقره. ربنا يخليك يا حبيبي، انت شربات يا استاذ. والله وانا ضيف عليكم. ترسي يا حبيبي. خليني اقول حاجه، من انبهرنا كمتخصصين في الاكل والشرب بالثقافه الغذائيه المصريه القديمه، زي ما تفضل ساعات الدكتور وسيم بيه. احنا النهاردة بنعمل دراسة استقصائية عن انماط التغذية التقليدية في مصر عبر 5000 عام، لاننا فوجئنا
وخليني أؤكد على أنها دراسة استقصائية لأن إحنا جنب الثقافة الغذائية المصرية القديمة لا نشعر أننا علماء، إحنا تلامذة. مظبوط مظبوط. والجزئية اللي تفضل بها سعادة الدكتور وسيم بيه نصيحة أن لا تأكل إلا من، إحنا فوجئنا أن كل أرض بتطلع مغذيات مناسبة لنوع الميكروبات اللي موجود في البيئة اللي بيتعرض ليها البني آدم، لنوع خصائص الهواء، للطقس ودرجة حرارته. ولذلك أما درسنا الأنماط التغذية التقليدية لقيناها أنها مثالية جدا، وعندما نقلت أنصاف الثقافات من المجتمعات الغربية دخلت بشدة الأمراض المزمنة. والدليل النهاردة ما نسمع نقول لك احنا ما كناش زمان بنسمع عن كذا وعن كذا وعن كذا، صح. كانت الناس بتعيش 90 سنة و100 سنة ما بتوقعش سنة، كانت الناس ما بيعرفوش طعم الدواء ايه، ما بيعرفوش شكل الدكاترة ايه. النهاردة النهار أيوة شهر صح. على طفل معيش اهله بيقولوا الحمد لله فلوسنا حلال ما صرفناش على الأدوية والدكاترة. لا مش بس كده يا دكتور، حتى الجملة الشائعة دلوقتي ان الامراض اللي كانت بتيجي في الشيخوخه زمان بقت تصيب الشباب دلوقتي. مظبوط. استدعاني حاجه كانت محور نقاش امبارح مع احد الاصدقاء الخليجيين. بيقول لي لان انا دايما بوصي بالثوم. مظبوط. وبالمناسبه الثوم احنا تعلمناه، احنا مش اساتذه، احنا تلامذه جنب التوصيات المصريه القديمه. صح. اتعلمناه من المصري القديم. كتير عن التوم يا دكتور طبعا حاجه عظيمه في السيره المصريه القديمه. مظبوط. احد الاشخاص الخليجيين المهتمين بالعلوم يقول لي يا اخي التوم عندكم نار، عندنا بناكل زي الخيار. لان عشان القيمه في التوم الزيوت الطياره النادره اللي اخواننا الالمان بيجوا مصر ياخدوا التوم المصري يعملوه بروسيسنج في عجينه في انابيب زي انابيب الاسنان ويضغطوا عليها كده يحطوها يفردوها جوه الساندوتش. يا سلام. طبعا التوم يا فندم يعني انا اتعلمت من سعاده الدكتور وسيم بيه ان كتب قد يكون على جداريه على برديه انا مش فاكر ان بنات الاهرام اعطى لهم من ضمن الاغذيه التوم لكي يكون عندهم الحيويه لبناء الاهرام. لا الموضوع كبير. طيب عند موضوع كبير هنروح بس لفاصل اجباري دقيقتين ونرجع تاني نشوف تفاصيل الموضوع الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل والحوار موصول، وارجو ان حضراتكم كمان تتواصلوا معنا في هذا الحوار باهتمام وانتباه لانه مش موضوع علمي كده بنتكلم فيه ولا حتى موضوع اثري بنتكلم فيه عن حضارة المصريين القدماء، ده موضوع آني جدا جدا ويهم كل الاجيال الحالية سواء امهاتنا وابهاتنا او الاجيال الجديدة. احنا نتكلم على صحتنا وحياتنا، كيف نأكل وماذا نأكل. كنا توقفنا عند النقطة الاساسية اللي فتح بها الحديث دكتور وسيم السيسي وهي متعلقة باحد اهم النصائح بتاعت الحضارة المصرية القديمة في علوم التغذية، وهي ألا تأكل، ألا يعني أن لا تأكل إلا من غذاء أرضك. يعني فكرة استيراد الأغذية واستيراد الأطعمة واستيراد الأكل اللي من بره ده هو أكبر ضرر. وهنا بقى استفاد الأستاذ دكتور مجدي نزيه فيما يتعلق بشرح الفكرة، وكنا واقفين عند التوم. تمام. خليني أقول حاجة بعد إذن حضرتك. فضل. وبعد سعادة الدكتور وسيم بيه. أقوى شهادة نجاح. أقوى. أقوى شهادة نجاح أصيغت عن النمط الغذائي المصري الصحي ساعة كورونا، جائحة كورونا. أما جت جائحة كورونا فيروس يسبب جلطات يحدث التهاب في الرئة وفي النهاية هو مضاد للمناعة، صح. فكان لابد إن احنا لما نيجي نفتش احنا بندي الأدوية بس المريض احنا ما بنصوموش ما بنجوعوش، صح. يبقى لازم اكله. اما اكله اكله برجر مع مخلل كده ظريف ولا يبقى لازم اكله غذاء يناسب الحاله. الغذاء الوحيد او الاغذيه الوحيده اللي تناسب هذه الحاله مجتمعه الانماط الغذائيه المصريه القديمه اللي موروثه من 5000 سنه وعلى سبيل المثال لا الحصر. ممتاز. الملوخيه
الجافة التي تعد بالماء البارد، اللي بتسمى مرة ملوخية براني، وفي مجتمع تاني تسمى طبخة الست على الفرشة، لان بتعملها الستات في الصعيد او في الريف يوم الخبيز، فما بيكونش عندها وقت تطبخ فبتعملها سريعة، واللي بتسمى دارجا شلولو. أيوه. اللي هي جاية الاسم ده من الاسم المصري القديم، وسعادتك استاذنا، شيلولا. تمام. تحرفت الى كلمة شلولا. طيب هنرجع بس هنا يا دكتور مجدي للفكرة الاساسية. تفضل. وهي فكرة انه لانه الامثلة زي ما حضرتك تفضلت كثيرة فيما يتعلق بالغذاء الصحي. تمام. يعني ممكن نضع كل هذه الامثلة تحت بند الغذاء الصحي. الغذاء الصحي. اللي هو انت بتضطر تاكله، نقطة مهمة جدا، انت بتضطر تاكله وانت مريض. يعني لما بيكون مريض، سواء بي لا قدر الله وقت ما كان بعض الناس مرضى بكورونا، او بصفة عامة لما حد حرارته بتعلى، لما مناعته بتقل، لما بيجي له دور ربو ودور مش عارف ايه كذا كذا، بيضطر يقعد في البيت وياكل اكل ايه؟ صحي. يعني معنى كده ان الاكل غير ده اللي انت بتاكله هو اكل غير صحي. مزبوط. لما بترجع تستعد عفيتك ترجع تضرب بقى سجق وكبده وبرجر وبيتزا ومش عارف ايه، فانت عارف ضمنا ان هذا غير صحي. بس نرجع للعنوان المانشيت العريض، وانا عقبت على الدكتور وسيم فيه فيما يتعلق بان هذه النصيحه نصيحه غذائيه سياسيه اقتصاديه، ان انت كمان مش بس عشان صحتك تبقى كويسه، عشان تبقى سياستك واقتصادك اقوياء وقرارك من دماغك، ان تاكل من زراعه ايدك. صح. فهي هي نصيحه زي ما قلت حضرتك قديمة، صحية طبية اقتصادية سياسية. أحسنت. ايه النصيحة التانية؟ النصيحة التانية كانت اياك وزيادة الوزن، اياك والسمنة. يؤكدها تقرير جاي من الجمعية الطبية الامريكية، السمنة اشد خطرا من السرطان. كف. وكان في مصر القديمة يقولون اذا تفشت السمنة في بلد فهذا دليل على ترهلها وكسلها. ويعقب ايضا الاستاذ عباس محمود العقاد، بيقول كانت الممالك التي حولنا كان جواز الدخول الى عالم الزواج هو السمنه، حتى ان احد الشعراء قال: منك حبيبتي هي كالبدر ان بدا، تمر اليوم فتمر اردفها غدا. فالنصيحه اياك والسمنه، اياك والسمنه. واخيرا يعقب العقاد ويقول: انظر الى نفرتاري ونفرتيتي على الجداريات، تكاد الواحدة منهن تطير من فرط الخفة والرشاقة، وهذا هو الجمال المصري القديم الذي عاد إليه العالم في القرن العشرين. يا سلام يا سلام يا سلام. اكتشفناها ازاي بقى دي؟ أيوة. الجزئية دي بعد اذن سعادتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. المصري القديم عارف الاحتياجات الغذائية لكل فرد، لكل فئة. اللي بيشتغل كتير يديله عيش كتير، خبز كتير. اللي بيشتغل قليل يديله قليل. بيدي مقننات الاغذيه اللي بالطاقه اللي هي بتزود الوزن على حسب النشاط. العمال يديهم غذاء اكتر، الكتبه والمحترمين والمثقفين لا يديهم اقل، لان انا ما بديكش بمركزك، انا بديك بنشاطك. الله. الغذاء على قدر المجهود. طبعا اكتشف الاحتياجات الغذائيه. احنا النهارده ثقافتنا بعافيه شويه، على قد ما انا ايه وان انا عايز اعرف مين اللي جاب سيره اللفظ. والله برافو عليك يا دكتور. اتفضل يا فندم. المصطلح ده مين اللي جابه؟ اللي هو ايه؟ ثقافتنا بعافيه. آه. او يقول لك فلان بعافيه. بعافيه دي المفروض بصحه، مع ان هو قصده ان هو مريض. ايوه. انت دلوقتي قصدك ثقافتنا بعافيه انها حلوه؟ لا طبعا، ان فيها مشكله. مظبوط. امال ازاي تبقى ده نفسنا تبقى ثقافتنا بعافيه؟ ايوه. جبناها منين دي؟ ما فيش حاجه ليها من زمان. دي حضاره برضه، لانها بعد عن الكلمة الصعبة. يعني هو مش سلام. عاوز يقول، مش عاوز يقول حضرتنا مريضة، حضرتنا وحشة، حضرتنا متخلفة. فيقول لك حضرتنا بعافية. فكمان عايز يقول على فلان، بدل ما يقول فلان تعبان او مريض او كذا، يقول لك فلان بعافية شوية. بعافية شوية. فدي ايه رقة في التعبير يعني. طلعت رقة في الاخر. مش هنمشيها رقة. اكتشفنا كثير يا فندم. الغذاء المصري القديم وانماط التغذية المصرية القديمة من اروع ما يمكن. واكتشف المصري القديم، وتعلمت الحقيقه من سعاده الدكتور وسيم بيه حاجه مهمه جدا. خليني نقول الكلام الجديد اللي بيتقال. اكتشفنا ان الانسان كانه كره ارضيه متحركه، اللي هو الحرب الدايره ما بين البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره جوه الجسم، ودي الصيحه الجديده
اللي نسب اليها او اكتشفنا ان ينبغي ان ينسب اليها الحاله الصحيه العامه بتاع البني ادم. يحضرني بيت شعر انا اتعلمته من سعاده الدكتور وسيم بيه اللي هو بيقول افتكرته يعني اللي هو بيقول تدعي انك جرم صغير وفيك ينطوي العالم الاكبر، مش كانت سعادتك؟ بالظبط كده. فعلا الانسان هو تزعم انك جرم صغير. تمام معلش انا لو هي اوله ايه؟ دعوك منك ولا تشعر ودعوك معك ولا تبصر وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. الله ده علي بن ابي طالب اللي قال كده. جميله. وفعلا اكتشفنا ان الانسان جواه جيوش خير وشر وفي حرب دائمه. معلش ثانيه عشان بس بترن في دماغك. دعوك منك ولا تشعر ودواؤك معك ولا تبصر ما هو داء الغذاء داء ودواء. مظبوط مظبوط. وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. يا سلام. كان سيدنا علي بن ابي طالب كان يلقب به. لا ده خطير. كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني يقول انا مدينه الحكمه وعلي بابها. تمام. ودواؤك معك ولا تبصر. اللي هو ايه بقى في القصه دي؟ ان انا اللي بايدي ادعم انهي جيوش جوايا. ادعم جيوش الشر، يبقى زي ما سعادتك النقطه اللي سعادتك تفضلت بيها ان يا جماعه النهارده اما بناكل وجبه صحيه دي بتبقى مره في ما اعرفش في ايه. هو ده اللي اصبح استثناء صحيح. يعني المطبخ اللي احنا مكلفينه مئات الالوف جوه بيوتنا ده للزياره زينة. يعني النظام هنجيب ايه مش هنعمل ايه. وبالمناسبه عشان انتوا حضراتكم عارفين ان احنا هنا مبدانا في البرنامج شفافيه، احنا الدردشه اللي كانت بيني وبين الاساتذه الكرام والدكاتره العظام في الفاصل كانت متعلقه بالقصه دي، بس كنا بنتكلم على اليوميات بتاعه حياتنا وقلنا انه للاسف يومياتنا بعافيه على ذكر الدكتور بس بعافيه وحشه لانه معظم سلوكياتنا الغذائيه الا من رحم ربي سيئه جدا جدا جدا. كل اولادنا دلوقتي بياكلوا معظم وجباتهم دليفري او فاست فود او اللي بنسميها رمرمه. زمان كان ممنوع علينا هذا الكلام. وقلت للدكتور مجدي انه انا مستغرب دلوقتي ان بعض الامراض زمان اللي كنا بنسمع عن انه اجداد اجدادنا هم اللي بيصابوا بيها بعد سن السبعين والثمانين وكذا بيصيبها دلوقتي الشباب في سن 30 سنه و40 سنه. حاجه صعبه جدا تلاقي شاب عنده القلب وشاب عنده السكر وشاب عنده مش عارف ايه في العين وشاب كذا. حتى الدكتور وسيم معلش بقى هغششهم يا دكتور، حتى الدكتور وسيم قال كارثه من كوارث البشر دلوقتي ان الشاب تلاقيه 25 سنه وبيلجا الى بعض المقويات سواء الجنسيه او الغذائيه وكذا عشان يمارس حياته. حاجه ده هو المفروض في ثوره شبابه. مظبوط. فكل ده نتيجه سوء ما ناكل. مظبوط. وتاكيدا لكلمه حضرتك رمرمه، البيتزا نفسها اصلها رمرمه. واحده ست ما لقتش حاجه عندها يعني تعملها، فجابت عيش وحطت عليه بقايا الطبيخ اللي كان عندها وحطتها في الفرن وطلعت دي الهيستوري اوف ذا بيتزا. يا سلام. هي كانت اصلا رمرم وانتشرت. صح صح صحيح. خلينا ناكد على جزئيه الحرب بين البكتيريا النافعه والضاره. انا اللي بايدي ادعم البكتيريا النافعه او ادعم الضاره. هدعم النافع ان انا هاخد اغذيه اللي بتسمى البريبيوتيك. اول واحد اكتشف اغذيه البريبيوتيك اللي هي الاغذيه الداعمه للبكتيريا النافعه المصري القديم اكتشفها في المش. عمليات التخمير كلها المش الفسيخ. يا لهوي. الملوحة. بس يا دكتور لا انت كده بص لا ده دي بريبيوتيك والنبي لما وبروبيوتيك لما تكون بري انتبيوتيك حتى. لا والله في سماه انا كنت بحبك يا دكتور انا كده زعلتني منك. انت جاي هنا في الحصن الحصين ايوه فندم ليه محاربه الفسيخ بكل انواعه. المش ما عنديش مشكله فيه بس انا عندي مشكله عشان انا مريض ضغط فالمش طبعا يوديني في داهيه. لكن اوعى تسكن معلش في برنامج معلش انا اسف يعني قول المش تيت الملوحه لكن الكلمه دي لا تذكر في هذا المجال. أيوة أيوة ارجوك. لا اوكي. ده انا عندي مشكله مع الدكتور وسيم. شوف انا ببصم ورا كلامه العلمي كله. عندي مشكله وحيده معاه. ان انا متاكد انه حضاره المصريين القدماء مش معقوله توصلوا من الفسيخ. مستحيل حد عبقري ياكل فسيخ. فانا عندي مشكله في التاريخ في الحكايه دي. لكن ما علينا عدي دي. المهم النصيحه الثالثه. النصيحه الثالثه عشان النصيحه الثالثه احنا قلنا واحد لا تأكل إلا من أرضك. أرضك. اتنين إياك والسمنة. تلاتة. التلاتة بقى
إياك والإكثار أو الإفراط في الخمر، فإنك تصبح كالمجداف المكسور المتأثر بالبيئة بتاعته. طبعا مجداف، وسوف يكون بيتك خاليا من الخبز. يا سلام الخمرة ده. وناس فاهمة إن الخمرة اللي هي بتسكر، في نوع منها اللي هي الحنكت اللي هي خدتها هولندا دلوقتي وسمتها هينيكن، لان حنكت ده الاسم المصري القديم للبيرة. مشروب الشعير. انما عرفنا ان هناك منها كانوا بيعملوا جزء منها زي البريل اللي موجودة دلوقتي بدون كحول. كويس. ليه بقى؟ كانت تأخذ الام لابنها في المدرسة حنكت اللي هي مية الشعير ده. حلو. فيعني مش هتاخد له طبعا خمر حاجه هتعمل له دماغ رايح المدرسه طفل طبعا يعني بتاع. طب. فيبدو ان كان في نوعين. حلو. انما هم اللي عملوا الكحول اللي هو اللي هي هنا يعني اذا النبيت. اذا استخلصنا هنا المعنى اللي هو الحفاظ على العقل متيقظا ومنتبها تصبح كالمجداف المكسور. تمام. وده نوع من انواع تخمير الحبوب. هم المصري القديم اكتشف البوظة، بس البوظة الاوريجينال مش الجديدة. تمام. اللي هي تخمير القمح. كويس. الشعير اللي هو البيرة، الواين تخمير العنب. المصري القديم اصلا هو اللي عمل ده. حلو. اتنقل بعد كده هو للعالم. كان التخمير ساعتها من اجل الحفظ. ما طبعا طبعا يعني عشان ما كانش فيه لا تلاجات ولا مخاب مش عارف ايه. مظبوط. فكان التخمير من اجل حفظ هذه السلع. مظبوط. ولتنمية البكتيريا النافعة. طبعا تمام. طبعا نفس القصة عندنا المخللات. بتنمي البكتيريا النافعة بشرط. أيوة. انها ما يتحط لهاش خل، وان ما يتحط لهاش جرعة ملح الا نسبة لا تزيد عن معلقة صغيرة لكل ربع لتر مية ملح، ما يزيدش عن كده. لا ده المخللاتية بايه؟ ما ده غلط. بيدوا ملح على قد ما يقدروا. وما تدغليش عشان انا ما موتش البكتيريا النافعة اللي فيها. صحيح. والاصناف الخضروات التي تستخدم. معلش تاني عشان في ستات بيوت كتير. أيه. سامعين حضرتك دلوقتي. فضل. وعشان الاسعار غالية دلوقتي فمعظم البيوت او الستات بتخلل في البيت. أيه. سواء زيتون. جميل. او خيار او جزر او جميل. او فقول لنا معلش تاني التوصيات بتاعت التخمير. غالية المية مادة البكتيريا النافعة. يبقى ما نغليش. ما نغليش. انقي الخضار نمرة واحد، مش اللي قرب يبوظ، مش اللي ملوش لازمة عندي. مش اللي بعافية. حلو. لا. اجيب الجزرية اقشرها كويس تكون جزرية كويسة، الخيار نفس القصة. حلو. وهكذا كله على ده. ومعلقة ملح صغيرة. معلقة ملح لكل كوباية مية. واكبس الكلام ده في برطمان نظيف، ما يكونش بلاستيك، يكون زجاجي. ما يكونش بلاستيك، يكون زجاجي. طب صعبها يا دكتور. معلش. ماشي. البلاستيك ما كانش زمان. طب هو مش البلاستيك، انا معلوماتي متواضعه وبستفسر من حضرتك. البلاستيك خطورته لما يسخن ده كدرجه حراره، انما كبكتيريا لا هيتعامل معاها. يعني لو انا حطيت عليه ميه فتره عادي وحطيت فيه المخلل من غير ما اسخنه او ادفيه او كده مفيش مشكله، بس المخلل فيه بكتيريا نافعه هتاثر عليه. البلاستيك يتفاعل معاه. طبعا هيعمل هجره بين الخام العبوة الآنية وما بين المادة الغذائية. فإذا يفضل الزجاج. لكن في كل الأحوال البلاستيك لا يستخدم مع أي حاجة سخنة. طبعا. ولا متلجة. أنا عندي من 5 إلى 60 درجة مئوية، لا أقل من كده ولا أعلى من كده. الله، دي معلومة أول مرة أسمعها بصراحة. أنا بتفاعل كمان مع البكتيريا. البكتيريا الساعة. مظبوط. ممتاز. مظبوط. إذا عملت المخلل أعمله خضار نظيف. نسبة الملح معلقة صغيرة اللي بتبقى مليانة دي 10 جرام. 10 جرام نسبتها الى 250 او 240 مليليتر تقريبا من 8 الى 9%. دي معدل التمليح الامن. واغطس كل الخضروات. معلش انا اسف. اتفضل. بعد كل ده ونقلل الملح ومفيش خل. اي. المخلل اللي بيطعمه حلو. جدا، بس بشرط. ايه؟ ياخد وقته. ما جيش اقول اصلا خلال يومين عايز اكل منه. لا مفيش كده. لا ما خلاني اروح اشتري لو خلال يومين. براحته. بالظبط. انما ياخد له 10 12 15 يوم، ياخد وقته. صح. ياخد راحته. بشرط انه يكون غاطس. شطه. تمام. شغال زي الفل. شطه 100 100. تمام. بشرط انه يكون غاطس جوه الميه. لو علي فوق الميه هيعمل الخماير اللي لونها ابيض. الريم ده. الريم. فانا اغطس جوه الميه. طب هعرف اغطس جوه الميه ازاي؟ نحط مش عارف كيس ايه وطبق ايه. لا لا ببساطه. شديده. ورقه كرنب احشرها
هتضغط تحت وهتبقى محصوره مش هتخلي لي اي قدرات تعب. لا في فكره الحشر دي ستات البيوت ما تقلقش عارفين قوي يعني هم هيحشرونا احنا مش هيحشروا المخلل. طيب نرجع هنا يا دكتور نرجع بقى استخدام التغذيه في تشخيص الامراض. فكانوا يستخدمون الثوم في معرفه الزوجه اذا تاخرت في الحمل، وهم يعرفون ان الثوم فيه زيوت طياره. الزوجه اذا تاخرت في الحمل عقر يعني فهو عاوز يعرف انابيب فلوب سالكه ولا لا. فهو كان يعرف ان الثوم فيه زيوت طياره، فكان يضع الثوم مهبليا ويجي بعد 12 ساعه يشم رائحه التنفس لهذه السيد. فاذا كانت انابيب فلوب سالكه الزيوت الطياره تطلع من انابيب فلوب من الدوره الدمويه، الجسم يطردها عن طريق التنفس. فاذا شم رائحه الثوم في التنفس يقول لهم سوف تنجب، لان اما اذا لم يجد الانابيب سالكه اللي احنا بنعملها دلوقتي بالصبغه صح اللي هي الليبيدول. هو عرف. ولما الدكتور محمد فياض في مؤتمر سنغافورة ذكر الطريقه دهيا، كان تعليق جرين ارميتاج رئيس الجلسه هل هذا يدل دلاله واضحه على درايه المصريين القدماء بدقائق الجسم البشري. فكان رد الدكتور فياض هذا بسبب التحنيط، لان هو بيحنط عرف دقائق الجسم البشري طبعا، وعرف ان الانابيب اذا كانت مسدوده لا تنجب، وانها اذا كانت سالكه يعني لو شم نفسها وما لقاش ريحه ثوم يبقى الانابيب مسدوده يبقى مش هتنجب. الاليسين والزيوت الطياره ما راحتش. يا سلام. فكان بعد كده اذا حملت وعاوز يعرف بقى هو عاوز يعرف اللي جاي جنين ذكر ام لو السونار اللي هو السونار دلوقتي القمح والشعير، فكان يجيب البول بتاعها ويحطه. فاذا القمح نما يبقى هيجيب ولد، اذا الشعير نما يبقى هيجيب بنت. دكتور احمد عمار استاذ النساء والتوليد في نفعت، ما هقول لك اهو احمد عمار جربها بقى استاذ النساء والتوليد ومعاه بول غاليونج اللي هو استاذ الاندوكرينولوجي برضه زميل. جابوا ثلاث انواع من البول، بول رجاله وبول ستات غير حوامل وبول ستات حوامل. لم يحدث انبات على القمح والشعير، لم يحدث انبات في بول الرجال او الستات الغير حوامل، وحدث انبات بنسبه 69% بول الستات الحوامل. لكن ما قدروش يفرقوا اذا كان القادم ذكر ام انثى، وفي تفسيرهم ان التربه اتغيرت، الكيماوي دخل عليها، بذور القمح اتغيرت، كل الحاجات دهيا مفهوم. فكانوا يستخدمون هذا لتشخيص الجنين القادم. الحاجه الثالثه بقى كانت السبانخ، عصيده السبانخ. لما كان يبقى واحد عنده بهاء هو ما عاوز يعرف اذا كان ده نتيجه الماده السمراء اللي احنا بنسميها دلوقتي الميلانين هي اللي ناقصه، ولا هي امراض اخرى هي السبب. فكان يجيب العصيده دهيا ويحطها على الحته البيضه ويعرضها للشمس. هذه العصيده تعمل تركيز للاشعه الكونيه، فتجيب الماده السمراء وتحطها وتسمر الحته دهيا نتيجه عصيده السبانخ دهيا. والسبانخ طبعا الدكتور مجدي يقول لنا ان فيها حديد، والحديد ممكن يكون يعني يقدر يفسر لنا الحته دهيا. طبعا طبعا. فده في التشخيص. الحقيقه السبانخ طبعا حاجه عظيمه جدا لكونها خضروات ورقيه خضراء. ليه السبانخ من الخضروات المكروهه عند الاجيال؟ مش عارف، انا شخصيا من عشاقها، بس ما اعرفش تقول لاي شاب ولا شابه السبانخ كانك بت بت بتقول لحد حقنه. صوره من صور الجهل. الجهل وضحاله الفكر والثقافه الغذائيه. زي بالظبط الخبيزه، اما بنقول يا خبيزه في كتير ما يعرفوش يعني ايه خبيزه، عمرهم ما سمعوا عنها، رغم ان الخضروات الورقيه الخضراء هي الحاجات الوحيده اللي بتحتوي على مركبات الفلافونويدز، اللي هي المركبات الوحيده اللي تقدر تاخد الزنك تدخله جوه الخليه عشان يرفع المناعه. ولذلك في جائحه كورونا اما كان بيبقى ضمن البروتوكول خدوا زنك، ملوش قيمه، زي ما قالوا زي ما نزلوا، ايه اللي هيعمل له اكتيفيشن جوه الجسم؟ ما كل حاجه محتاجه واسطه جنبيها داعم يدخله بيه. الزنك محتاج فلوفونويدز عشان يدخله جوه الخليه، موجود في السبانخ. اي خضروات ورقيه خضراء
حاضر. وده اللي خلى اكله الملوخيه الناشفه اللي هي الشلولو او الشيلوله او الكذا تعتبر حل لقصه الكورونا. طب ليه انا اسف معانا توم ليه الملوخيه الناشفه ليه مش الملوخيه بتاعتنا؟ الملوخيه الجافه هي الوحيده اللي تقدر سعادتك تاخد منها جرعه كبيره وتدعك فيها برضو جرعه كبيره من التوم وتدعك معاها جرعه كبيره من عصير الليمون. وتقدر تزود الميه الساقعه عشان تحافظ على ماده الميوسولج اللي هي الماده المخاطيه اللي هي من اكفأ مضادات الاورام اللي اكتشفها المصري القديم. مفهوم. لكن الملوخيه بقى بالطشه والغاليه والحاجات دي ماشي طعم بس طعمه ظريفه برضو. طب هل السبانخ لما انا بعملها وبحطها على البوتاجاز ومش عارف مش بتفقد يتاثر منها فقط فيتامين سي ولا بتاثر بالحراره؟ ولكن فيتامين ايه زي ما قعدت الدكتور تفضل لا يتاثر الا بالاحماض والزنك يفضل الزنك موجود والفلوفونويدز موجود وكله موجود. حلو. فيتامين ايه لا يتاثر الا بالاحماض ولذلك كتر التسبيك يزود الوسط الحمضي فيضيع لي فيتامين ايه. ولذلك حته تيك اواي بسرعه وكل. ولذلك المصري القديم عارف ثلاث طرق للطهي فقط: السلق، الخبز، الشاي. انما لا عارف الشاي ده مش الشاي شوي شوي ايوه انما لا عارف قلي ودي مشكله نقل انصاف الثقافات صح. المجتمع الغربي درجه الحراره عنده صفر، انا درجه الحراره عندي 40، هو ياكل مقلي براحته، هو ياكل دهون براحته، انا اكل دهون ومقليات اعمل بيها ايه؟ عشان كده لو ساعدتك ودي النقطه اللي حضرتك تفضلت بيها، النهارده من 30 40 سنه ابتدت الاوزان تزيد جدا، النشاط يقل جدا صح. الدخول الاغذيه الدخيله اللي من بره يبقى واحد 30 سنه يقول لك انا عندي كوليسترول بالظبط 30 سنه بالظبط بما فيها المقليات مش بتاعتي، دي مش بتاعتي، هي دي المشكله. طيب دي نقطه مهمه قوي 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 ان ثقافه المقليات مش ثقافتنا، لا مش بتاعتنا وما تناسبناش خالص، وده غزو خارجي مظبوط. كل الاغذيه الانماط اللي جايه من بره، حضرتك البيتزا الجميله الشيك اللي ما اعرفش بقى ثمنها كام دلوقتي، لا ما احبش اقول لك مفيش داعي. الجبنه الموتزاريلا اللي محطوط عليها دي 45% دسم نباتي، ونرجع بعد كده نشتكي نقول ال دي ال والكوليسترول بيعلى، كوليسترول الضار بيعلى عند الناس ليه؟ الاورام السرطانيه زادت ليه؟ يا ساتر دسم النباتي. الجبنه الحيواني تمام الحيواني اوكي مفيش مشكله بالظبط لاننا اتعلمنا وعلمنا غلط انما عرفنا الحقيقه، لان بكل اسف احنا خدنا لنا 20 30 سنه، وقد سعاده الدكتور وسيم بيأيدني، خدنا لنا 20 30 سنه من زمن العالم كان اللي بيقود الابحاث الاقتصاد، مصالح الشركات. لا طب ايه ده على فكره لحد النهارده يعني، لا ده لحد النهارده ودي مشكله كبيره. الاقتصاد والراسماليه هي اللي بتحكم العالم، مشكله كبيره. شركات الادويه هي اللي بتحكم الصحه مظبوط، شركات الادويه هي اللي بتحكم صحه مظبوط العالم، وبتحدد يلا بقى ننزل بالوباء ده دلوقتي ونرجع بالدنيا. ايوه يا ريس بالظبط. كوليسترول المتهم البريء، انا عملت مقدمه لكتاب كوليسترول المتهم البريء مزبوط. متهمينه بانه وانه وانه، مع ان كل جدران الخلايا معموله من كوليسترول، كل الهرمونات لابد من الكوليسترول عشان هي تتم. وبعدين هذا الكتاب اللي انا عملت له المقدمه بتاعته أيوة. وطلع الكتاب ده هو الدكتور ده هو جايب صوره الشيك اللي ب 500 الف دولار اللي مدفوع للجهه المعينه وهو كاتب عشان تقدر يعني تنشط حكاية النباتين والحاجات اللي زي دي المهدرجة دي كلها. لكن أخيرا وبعدين كتب في هذا الكتاب أن كل الأدوية بتاعت الكوليسترول لا قيمة لها ولا بتعمل أي حاجة. وإن نسيت لأنس واحد لواء بيقول لي الكوليسترول عندي عالي و250 وبتاع وباخد أدوية وبتاع ومفيش فايدة، قلت له جرب التوم. وبعدها بعد شهرين انا نسيت، لقيته بيتكلم معايا وبيقول لي انا زعلان منك. قلت له ليه؟ في ايه؟ انا نسيت. قال لي بقى معاك النصيحه ده هي وسايبني. قلت له ليه؟ قال لي يا ما خدت ادويه بعد حكايه التوم دي. قلت له خد 3-4 فصوص توم كل يوم بعد العشاء مع الزبادي بالليل، الكوليسترول ينزل ل 150 بس بالتوم. ووقف ادويه الكوليسترول كلها. وبعدين في الكتاب ده هون اللي انا قريته ده هون
جايب لك بقى ازاي شركات الادويه بتلعب بعقول الناس، ان التحسن بيبقى وان مش عارف ايه، هم يعملوا لك لا يذكر يعني حساب رياضي كده ويطلعوها. لا بص يا دكتور، انا من فاكر من ايام انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور، وانا مؤمن ان العالم يدار من خلال بعض المافيات، صح؟ طبعا. مافيا السلاح ومافيا الدواء ومافيا، هي العالم بيدار كده من وراء الستار بهذه المافيات. بس انا عشان الوقت بس عايز اعرف مين ابن الحلال، اتفضل، اذا جاز يتقال عليه ابن حلال يعني، اللي جه في لحظه ما من الزمن واقنع المصريين انه السمنه البلدي والزبده دول مضرين، وان احنا لازم نطبخ بالزيوت المهدرجه والمش عارف الايه والبلاوي السوداء في العالم. ده ابن حلال فعلا، صح؟ بس هو مش فرد. مش فرد؟ لا مش فرد. امال ايه؟ دي منظمات وواخده اسم منظمات علميه. كمان طبعا في المجتمع الغربي. وطبعا اللي انا قلته ده مصيبه، طبعا دي كارثه. السمنه البلدي، انا من زمان يا دكتور وانا مش فاهم ليه زمان، مش عارف ايه، جت في فتره كده قال لك انا اسود، ابعدي عن السمنه البلدي دي كلها، مش عارف ايه، عن الزبده دي كلها ايه، الناس الصحيه الشيك المحترمه اللي تطبخ بالزيت والمش عارف ايه. ده بالعكس، بالعكس، ده كل ده مصالح شركات. مصالح، خلينا نقول ان الزيت فيه مجموعه اوميجا 6 غير اوميجا 3. اوميجا 6 دي بتعجز الخلايا، تخلي الشيب والعجز والوهن يدب في الخليه، منشأ لكتير من الاورام. الناس فاهمه غلط. الزيت الوحيد المستثنى هو زيت الزيتون. طب ازاي ما بتقولوش؟ معلش بقى يا دكتور، لازم يتقال يا فندم. لا والله بيتقال. لا بيتقال، بيتقال. لا بيتقال، ده انا لولا ان انا طرحتها دلوقتي يمكن الكلام ده اصبح خلاص مسكوت عنه عقود. مشكله كبيره، ده لازم كل يوم تطلعوا تقولوا الكلام ده، لانه في جريمه بتحصل في كل بيت كل يوم. وللاسف انت عارف يعني نسبه الثقافه مش منتشره قوي عند كل الستات المصريه، هي طبعا واعيه بالفطره وكذا، لكن الثقافه العلميه كذا، فمن ساعه ما سمعت ان اوعى تطبخي بالسمنه، اوعى تطبخي بالزبده ومش عارف كذا، رمت الحاجات دي كلها وبقت تطبخ بالزيوت المهدرجه اللي هي مصيبه. وفي انا جدي كان بيشرب السمنه سك كده، فيهاش كوليسترول، ومات 97 سنه، وكان يفوت في دراعه في الحيطه يعدي. تعليقا على يعني ان كلام سعاده الدكتور وسيم بالسمنه ما فيهاش كوليسترول، الزبده فيها شويه كوليسترول، اما بنسيحها بتنزل المورتا. المورتا جاي من الكلمه الايطالي مورتو، يعني بس ميت. حتى لو فيها كوليسترول، مش الزبده دي جايه من حيواني؟ بالظبط. يبقى حتى الذهن بتاعها مفيد، ومحتاج محتاجينها. كارثة الكوارث الجديدة اللي موجودة النهاردة وشد أذهان الناس، أختم بيها عشان وقت سعادتك. اتفضل يا فندم. بدائل اللبن. أنا لا، لبن فول الصويا. فول الصويا مليان استروجين، هرمون أنثوي، نرجع بعد كده نشتكي نقول الفياجرا مش هرمون أنثوي؟ طبعًا. طبعًا. ده الصويا. لبن فول صويا، لبن لوز، لبن جوز هند. هو أنا عايز من اللبن إيه؟ لونه؟ أنا عايز الكومبوننتس بتاعته. مكوناته. إن أيوة ده مش فاهم. لبن البقره ماله راح فين؟ لبن الجاموسه، لبن المعزه ماله؟ يعني ليه بندور على بدائل ما احنا عندنا الاصل؟ انا مش هرد عشان انا مؤدب. خلينا كلنا مؤدبين. ايوه، شرفت ونورت يا دكتور. شكرا، كانت جزيلة. ممتعه، وشكرا جزيلا على الهديه القيمه. العفو. شكرا، شرفتني يا دكتور مجدي، وان شاء الله لن يكون لقائنا الاخير باذن الله. شرف ليا. شكرا لحضراتكم، ونلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. لا صوت يعلو الان فوق صوت الاستثمار العقاري. الكل بيتكلم ومهتم وبيسال عن الاستثمار العقاري، لانه الحقيقه اثبت هذا المجال خلال السنوات الاخيره انه المجال الاكثر امانا والاكثر ربحيه كمان. القفزات الكبيره جدا اللي حصلت في العقارات السكنيه والعقارات التجاريه والاداريه خلال السنوات الاخيره خلت الناس كلها تطمع في انها تحط استثماراتها في هذا المجال. لكن السؤال بيبقى دايما، احط فين؟ وانهي شركه هي اللي اتعامل معاها؟ وانهي منطقه هي اللي اكثر بروميسنج زي ما بيقولوا، او اكثر تبشيرا بالمستقبل يعني وبالربحيه وما الى ذلك؟ فهذه الاسئله كلها هنناقشها مع ضيفي العزيز المشرف ومنور الاستاذ مينا اندراوس، نائب رئيس مجلس اداره شركه بيتر هاوس للاستثمار والتطوير العقاري. مساء الورد. مساء الفل عليك وعلى كل المشاهدين الكرام. اخبار حضرتك ايه؟ زي الفل. كله حلو؟ كله فعلا الحمد لله. بدايه انت معايا دلوقتي، سواء اللي بيشتغل في المجال او اللي ما بيشتغلش في المجال، كله مهتم بالاستثمار العقاري لانه اثبت انه الاكثر امانا مع كل التقلبات السياسيه والاقتصاديه، وكمان بيمسك فلوس حلوه.
بالظبط. ايوه بالظبط. انا مع حضرتك طبعا. الاستثمار العقاري هو من افضل الاستثمارات او افضل اللي نقدر يعني اي حد يدخر فيها ويكون امن من اي حاجه تاني، هو الاستثمار العقاري خصوصا في مصر او الدول الناميه عامه. صحيح. الاستثمار العقاري هو مازال هو الامثل، وبيسموه يعني بنتكلم على الاستثمار الدائم او الاستثمار الامن. صحيح، 100%. بيتر هاوس، سكن افضل او منزل افضل. الفكره جت ازاي وبداياتكم في السوق ومسيرتكم كده؟ انا عارف ان انتوا طبعا ليكم الحمد لله اسم رنان في السوق، بس برضو انا طبعي مع الساده المشاهدين انه لمن لا يعلم بيتر هاوس، حضرتك تدينا فكره مبسطه عنه. طيب احنا يعني في السوق العقاري اكتر من يعني دخلنا اكتر من 15 سنه، بنتكلم منذ 2007 2008 بالظبط. بنتكلم اشتغلنا في المشروعات، اشتغلنا في مثلا في مدينه الشروق التجمع الخامس، بعد كده اشتغلنا في المدن او الجيل الرابع اللي احنا بنتكلم على العاصمه الاداريه مدينه الجلاله، وبنتطلع كمان لمدينه العالمين. طبعا. وخدنا سكه الجيل الرابع. دي بدايتنا. بدانا من 2017 طبعا، دخلنا في العاصمه الاداريه الجديده، اشتغلنا في اكتر من مشروع سكني. اتكلمنا عن مثلا سكاي كابيتال، ده مشروعنا في الار 7. اتكلمنا على برضو على مشروع R7، دي من احسن او برايم لوكيشن يعني في العاصمه ومكان. دي كانت جازب. البدايه للمستثمرين ده، والحمد لله نشكر ربنا احنا خلصنا الوحدات كلها مباني وخلصناها تشطيب، وهنبتدي نسلم او بدانا كمان في مرحله التسليم. خدنا كمان مشروع تاني اسمه سكاي كابيتال فيو في حي الار 8، وبرضو ده اتبنى وخلص بنسبه 90%، وبرضو هنبتدي نسلمه الايام اللي جايه ديت. سكاي كابيتال ده ايه؟ ده ناطحه سحاب ولا ايه؟ لا لا اسمه كده يدل انه حاجه عاليه. يعني لا، هو مشروع سكني متكامل بيبقى ارضه 7 ادوار. وبيبقى يعني في مول اداري وفي خدمات في فاسيلتيز. يعني كومباوند، بس كومباوند عمارات. بالظبط، عمارات. حلو. في الار 8. في الار 8 في الار 7 الاثنين يعني. حلو. احنا ممتاز. وبعد كده يعني اشتغلنا في اكتر من مول اداري تجاري في العاصمه الاداريه، والنهارده بقى احنا جايين بنتكلم على يعني احنا مسميها جوهره الاستثمار. مدينه الجلاله. الجلاله، مدينه الجلاله. ليه بقى الجلاله شايفها جوهره؟ بص، مدينه الجلاله انا شايفها ان هي لسه لغايه دلوقتي ما يعني مش يعني المصريين ما شافوهاش، او لسه ما اعلنش عنها كويس، او لسه ما اتشافتش. قصدك ما اتسوقتش كويس؟ بالظبط، لسه ما اتسوقتش كويس وما بنتش كويس يعني. تمام. لكن الايام اللي جايه ديت هتتسوق كويس وهتبان كويس، ومصر كلها هتسمع عنها، وهنشوف مشروعات ضخمه كبيره جدا هتحصل فيها فعلا. يعني انا معاك انه الكل مركز دلوقتي على الساحل الشمالي، وشايف انه الفرص في الساحل الشمالي، وكل بيجري على الساحل الشمالي، وده طبيعي. اللي حضرتك شايفه ايه ده ترند حاليا. ده ترند مظبوط، وخصوصا طبعا مع شهور الصيف. بالظبط. فانت شايف ان اللي جاي هو الجلاله. بص، هقول لحضرتك على حاجه. خلينا ان احنا كاستثمار بقى وكاقتصاد، خلينا دايما احنا بنشوف الترند دلوقتي، وزي ما انت بتقول شهور الصيف، لكن خليني اقول لك او اخلي المشاهد يفكر، فكر بره الصندوق شويه. اتفضل. ابتدي استثمر دلوقتي وانت بتفكر. اهو احنا معانا بعض المشاهد. بالظبط. ده بيشرح المشروع هو على بعد قد ايه، لان احنا دايما بنسوق لمصر بره، سوري، للاجانب. فبنعرفهم هم قد ايه من المطار، قد ايه من العاصمه الاداريه. قد ايه من الاهرامات، لان الاهرامات بالنسبه لاي سائح هي المميزه جدا في مصر. لا، وطبعا يعني كل المصريين عارفين مدى قرب الجلاله من القاهره. انت بتتكلم على ساعه وربع بالكثير بتكون موجود في سواء منطقه العين السخنه او منطقه الجلاله. بالظبط. فالجلاله هنرجع تاني بنتكلم، هو فكره فيها قطر سريع. كويس. تمام. بنتكلم على مدينه عبقريه، مدينه فوق سطح البحر 750 متر. انا ليه انا برضو انا قلت ليه يعني ما تخليكش ورا الترند، انا بقى بخليك ورا الاستثمار. انت عايز تكسب صح بقى، انا بنصح اي حد خليك في مدينه الجلاله. وانا بقول خلي بالك من الكلام. انا بقول لك الكلام. ادي الكلام ده، ارجعوا لنا بس الكلام ده عشان ايه؟ ادي الكلام ده. بص الجمال، يبقى متسجل له صوت وصوره. طبعا. عايز تكسب صح. اهو كلام عشان الناس هتروح بعد كده. اكتر من سبب. بص، الاكتر من سبب. احنا بنتكلم عن مدينه ذكيه، مدينه استثماريه، جنبها اكبر مشروعات في مصر زي محور قناه السويس، ميناء السخنه. بنتكلم على مدينه من الجيل الرابع طبعا، خلاص دي قلناها. بنتكلم على مدينه ساحليه وقريب جدا من القاهره، احنا بنتكلم على ساعه وربع تقريبا، ساعه صحيح. ونص. صحيح. فانت يعني على فكره دي اكبر ميزه. انا بفهمي المتواضع طبعا، انا مش خبير زيك في مجال الاستثمار العقاري، بس دي من اكبر الميزات
اللي كانت بتميز العين السخنة قبل كده ودلوقتي طبعا مدينة الجلالة، انه كل المدن الساحلية اللي ممكن تدور على استثمار ساحلي فيها على الاقل ساعتين ونص ثلاثة بالسيارة من القاهرة الا السخنة والجلالة. بالظبط. وعلى فكرة السخنة كان فيها شوية مشاكل في المرافق. النهاردة مدينة الجلالة هي مدينة متكاملة مليئة يعني بكل المرافق موجودة. بنتكلم على محطات تحلية مياه اللي اتعملت، بنتكلم على محطات كهرباء خاصة بيها، بنتكلم على غاز، لو انت ماشي في مدينة الجلالة تلاقي بوكسات الغاز، تمام؟ بنتكلم على نت فوق السرعة، بنتكلم على مدينة اوريدي اتعملت الدولة نفذتها. يعني احنا بنتكلم مثلا على مثلا هناك مثلا بنتكلم مثلا على جامعة كبيرة جدا اوريدي شغالة اوريدي فيها طلبة، نتكلم على داون تاون على مساحة 177 فدان ده اوريدي خلص. ده ناهيك عن طريق الجلالة اللي بصراحة انا مشيت عليه وانا رايح الغردقة، طريق عالمي فترة، طريق الحياة عامل زي الحرير. بالظبط. فانت بتتكلم على مدينة هي بالتارجت، مش بس التارجت استثمار، دي بالتارجت سائح كمان، مدينة سياحية بتارجت سائح من نوع خاص. فانت كل دوت وبتتكلم لا وهي لا، انت بتتكلم على مدينة اصلا دي اقتصادية، وانا شايف ان لو يعني هي مش مستاهلة كمان انت تسوق لها، هي سواقة نفسها كويس. فانت شايف انه مدينة الجلالة هي اللي جاية، الاتراكشن اللي جاي اذا جاز التعبير، هو الجذب الساحلي الاستثماري اللي جاي، وان انت بتنصح دلوقتي، انا بترجم كلامك بالظبط، بنصح بتنصح دلوقتي انه ترند الساحل الشمالي، بس احنا شايفين اسعار الساحل الشمالي راحت فين. فانت بتقول اللي عايز يلحق من بدري يكسب، السهم هو طالع بقى، السهم هو طالع بالظبط، مش ياخد من ناخد الفرصه بقى، ناخد يعني فرصه من تحت. بالظبط. طيب عاملين ايه بقى في الجلاله؟ عاملين مشروع اسمه فيدالا، ده مشروع مميز جدا. احنا مش بنعمل مجرد مشروع سكني او مشروع سياحي، احنا بنعمل لوحه فنيه. لوحه فنيه. يا سلام. هو عباره عن 56 فدان، عباره عن اكتر من زون متدرج على الجبل، فاحنا بنتكلم على فيو رائع جدا. الزون ورونا المشروع ده احنا بنتكلم، احنا مثلا بنتكلم على كل زون بتختلف عن التانية. يعني مثلا احنا عاملين زون مثلا فيها غابه متدرجه على ارتفاع 40 متر، فيها يعني بعض الزهور النادره، فيها بعض الصبارات، فيها يعني بنتكلم على بعض الحيوانات الاليفه. يا كونسبت الغابه. بالظبط، كونسبت غابه. بالظبط. حلو. بنتكلم على بعض الطيور، اهو المشاهد اللي كانت في اللي فاتت دي. بالظبط. مسرح روماني. حلو. بنتكلم على بعض شلالات، بنتكلم على بنتكلم على يعني لوحه فنيه. حلو. تمام. بنتكلم كمان ان احنا طبعا هيبقى في بعض الحيوانات. كويس. في بنتكلم على ملاهي مائيه، اكوا بارك. كل زون، احنا عندنا اكتر من زون، كل زون ليها حمام سباحه خاص بيها، ليها الفاسيلتيز بتاعتها الخاصه بيها. بنتكلم على منطقه فيلات متدرجه بانواعها، 275 متر بتبقى توين وتاون، 325 متر فيلا كامله. تمام. وزاد كده بقى ان هو كله بيبقى متشطب كامل التشطيب، بتسلم متشطب كامل التشطيب. ممتاز. لان برضو بتبقى نقطه مهمه قوي، بعض المطورين اللي يقول لك انا بسلمك على البحاره، يعني انا اقدر اشطب بيتي هنا في القاهره، لكن لما بروح الساحل ولا بروح السخنه ولا بروح كده، هجيب العمال منين وهجيب الخامات منين؟ بتبقى صعبه. بالظبط. فمهم قوي ان المطور يسلمني متشطب، دي بتفرق معايا كتير. بالظبط. بتستلم حضرتك كامل التشطيب، بتستلم حضرتك حاجه تقدر تديها للاداره عندنا ان احنا ناجرها لك وندرها لك، وده نوع من الاستثمار المفيد. طب قول لي الاول بس، انتوا المشروع ده هيبتدي ولا انتوا ابتديتوا فيه؟ احنا ابتدينا فيه وخلصنا اكتر من 70%، نفذنا اكتر من 70% في المشروع. يا يعني سلام. كل المباني خلصت، يعني واحنا اللي عايز يروح دلوقتي الموقع هيلاقي 60-70% من الانشاءات موجوده. ده اللي بيميز شركتنا، يعني احنا عندنا في صور من الواقع. دي الفيلات، احنا عندنا التنفيذ والصور من الواقع، مش من الواقع. ده من الواقع. اوكي. صور من الواقع. ممتاز. احنا عندنا مبدا ماشيين بيه اسمه التنفيذ هو سيد الموقف. يعني النهارده في شركات عقاريه كتير جدا تعثرت، في شركات كتيره جدا ما كملتش، لكن احنا النهارده بقول لك تعالى شوف فيلتك، يعني خد لك معاينه كويسه جدا فيها، تجول فيها، بعد كده تعالى اتعاقد معايا. احنا يعني بدانا مرحله في الشاليهات كانت قويه جدا. انتوا ابتديتوا مرحله الشاليهات؟ ده احنا تقريبا خلاص يعني قربنا نخلصهم. شاليهات كان مساحات بيع. خلصتوا بيع؟ خلصنا بيع. الله اكبر. يعني كانت بتبتدي من 65 متر فيما اعلى، طبعا عندنا يعني عدد بس مش كتير من الشاليهات اللي فاضله. من الشاليهات الفاضله. كويس. دلوقتي احنا في مرحله الفيلات، عاملين لونج للفيلات، بنتكلم ان احنا بنعمل حجوزات ب 100,000 جنيه. الحجز دوت ان انا ببدي رغبتي ان انا
مش عارف اسمه انتوا بتسموه ايه؟ اي وايز. كلمونا مصري يعني، يقول لك كتاب الاي واي. ايه الاي واي ده؟ انت هجيبه من انهي صيدليه؟ يعني هو طلب، يعني هو ان انا مهتم بان انا ابقى موجود في المشروع. هو ايصال حجز يعني، انا موجود معاكم. بالظبط، انا مهتم. وبعد 50,000 جنيه للشاليهات و100,000 جنيه للفيلات. 100,000 جنيه للفيلات بالظبط كده. ودول مستردين لو انا ما كملتش. دول مستردين بالظبط. هو الفكره كلها ان انت عشان تاخد معانا المميزات اللي احنا بنديها لك. ايه المميزات اللي احنا بنديها لك؟ بتبقى خصم 10%، بندي لك نظام دفع مميز جدا، ان انت بتدفع 5% متوسط على 7 سنين، رغم ان هي مبنيه. تمام، دي نقطه مهمه جدا. واحده واحده كده. اوكي، بديك خصم 10% اللي هو فتره اللونجينج. بالظبط، اللي هي فتره الاطلاق. بالظبط، 10% خصم. بدي لك 7 سنين، والمقدم 5% رغم ان المشروع مبني. حلو، يعني خلي بالك 10% خصم، وبتدفع 5% بس مقدم، وسبع سنين اقساط متساويه. بالظبط، مظبوط كده، اقساط متساويه. حلو. تمام، يعني هو بالظبط عشان نقول النظام واضح، 5% مقدم، 5% بعد 3 شهور، والباقي كله اقساط متساويه على ربع سنه. ماشي. لا، انا لازم اكون دقيق. ماشي. اوكي، 10% مقدم. ايوه، ماشيها كده. أيوة. عشان ايه في النهايه تلبس بعد 3 اشهر يقول لك ما اتفقناش على كده؟ لا، 5% وبعد 3 اشهر 5%، 10% ادفعهم في الاول لحد ما تخلص الورق والعقود والحاجات دي. تمام. وبعدين اقساط متساويه لمده 7 سنين. اوكي يا استاذ تامر، في حاجه انا عايز اقول لك عليها. اتفضل. فكره السوق. تمام، ده بيخلي اي مطور يطلب مقدم اكبر. انا النهارده بطلب منك مقدم صغير. لا، انا لازم اشهد انه فكره ان انت بتاخد المقدم العادي القليل مع الاقساط الطويله وانت باني الوحدات، ده نادرا ما يكون موجود. ده حقيقي، دي نقطه مهمه جدا. صح. النقطه الثانيه بقى، ان انا لما باخد خصم 10% وامشي كمان نظام دفع، انا عامل لك ايه؟ انا عامل لك حاجه اسمها يعني في التنازل. لما بيجي انت مثلا بتتنازل لحد، انا عامل لك مفيش اي حاجه اسمها رسوم اللي هي عند اعاده البيع. لو انا اشتريت وحده وبعد فتره عايز ابيعها، مفيش حاجه اسمها رسوم اداريه، مفيش اي حاجه خالص. كده ما بتقلبنيش في حاجه زي بقيه الشركات، مفيش الكلام ده خالص. وحدتنا حره، ابيعها بالرقم اللي انا عاوزه، ما تاخدش مني حاجه. بالظبط، وده لسهوله اعاده البيع وسهوله الريسيل، لان في ناس كتير جدا بتخش عشان تكسب معانا. يعني النهارده احنا بنتكلم مثلا عن الناس اللي كسبوا معانا في المراحل الاولى، احنا بنعمل لهم كمان، بنعمل لهم اعاده بيع. حلو. تمام، فهو بيكسب معايا، ما يدفعش اي رسوم. وده استثمار آمن. التسليم بعد قد ايه؟ التسليم احنا بنتكلم على مرحله الفيلات، دي تسليم بعد سنتين. الفيلات لكن الشاليهات لا، في حاجات هنبدا نسلمها على اول السنه، وفي حاجات بعد السنه، وفي حاجات بعد سنه ونص. حلو. يعني لكن اللي احنا بنعمله لونشنج دلوقتي تسليم سنتين. تسليم سنتين. طب فتره كويسه، ان احنا بنسمع عن حاجات يقول لك تسلم بعد 4 أو 5 سنين. وفي خصم عاملينه 40% على الكاش. 40%؟ 40% على الكاش. لو هتكاش تمن الوحده كلها دلوقتي. واؤكد تاني، مبني، انا بشوف الحاجه بتاعتي وهي بتتشطب. ما اللي عايز يروح يتفرج على وحدته مبنيه قدامه. بالظبط. هيلاقيها. طبعا. طبعا. اللونشنج ابتدى ولا هيبتدي امتى؟ احنا خلاص ابتدينا نعمل اي او ايز، وان شاء الله قريب جدا هنبتدي نعلن على اليوم التسكين فيه، او اليوم اللي يجي. يعني اللي عايز يختار. يقدم جديد حجز دلوقتي، الباب مفتوح دلوقتي. الباب مفتوح دلوقتي، بيحجز معانا. وعايز اكد لك ان اللي انت هتدفعه تمام قريب جدا هيبقى اضعف. اضعف، مش هقول طيب اضعف. مش عايز ازنقك. بس اللي بيجي هنا بيتزنق. لا اتفضل. طيب ماشي. حرق قوي يعني الاسعار؟ امال يعني هيكون ايه؟ اوكي. ايه السؤال ده؟ اوكي. الاسعار طبعا يعني مش هقول زياده وغاليه. مش هقول زياده وغاليه، هقول ان هي مناسبه جدا في الوقت ده. مناسبه جدا، يعني عايز اقول لحضرتك الفلل باسعار وحدات بنسمع عنها. ما هي فيلات وحدات؟ لا، باسعار وحدات سكنيه سوري يعني. تمام، يبقى اسعار الفيلات تقريبا باسعار شاليهات. باسعار شاليهات. تمام. في ماشي. اماكن اخرى. وطبعا السعر بعد اللونشنج هيختلف خالص. يعني اللي اشترى معانا عارف يعني ايه الفرق. يعني النهارده حد اشترى، صدقني انا عايز اقول لك على حاجه. في ناس كسبت 3 أضعاف. مش هقول لك ضعف، 3 أضعاف. 3 أضعاف. ماشي. تيجي معايا اخدك رحله كده سريعه؟ اتفضل. تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي اللي كانوا بيعلنوا فيه لونشنج واطلاق المرحله الجديده من فيلات المشروع اسمه فيدالة. فيدالة الجلالة. فيدالة الجلالة. ماشي. حلو. فيدالة الجلالة. سكاي كابيتال هو انتهى بالفعل كله. يعني احنا حاليا في مرحلة لاندسكيب ومرحلة دخول المرافق، يعني
برضه بالنسبة للار 8 عندنا مشروع تاني بنسبة 80% خلص. عندنا مشاريع تاني في الجلالة، ده مشروع 56 فدان. المشروع بيقع يعني على الكورنيش الجبلي، النسبة البنائية فيه 18%. نتكلم على سكني سياحي، وبنتكلم على سكني بخدمة فندقية، وبنتكلم على فيلات بأنواعها. إن احنا بنتارجت سياحة مختلفة خالص. الوقت اللي جاي أنا شايف إن هيبقى فيه استثمارات كبيرة جدا بأرقام كبيرة جدا هتعلن في مدينة الجلالة، وهنشوف دول كبيرة جدا بالتارجت مدينة الجلالة. التنفيذ هو سيد الموقف بتاعنا. احنا كل مشروع حضرتك هتشوفه بيتر هاوس او هتسمع عنه بيتر هاوس اعرف ان احنا عدينا فيه 50%. طبعا هو ده ازيد. حابة اني ارحب مرة تانية بمهندس روماني ومهندس مينا علشان هما كمان يرحبوا بالضيوف معنا. حابين في البداية نشكر خبرة كبيرة في الشركة، هو المستشار أندراوس عياد. كل الشكر والتقدير للمستشار الإعلامي للشركة أستاذ إسحاق يونان. Public Relations Manager مدير قسم العلاقات العامة سيادة العميد هاني محمد. Director of Engineering Department مديرة الإدارة الهندسية مهندسة إيريني أندراوس. مدير قسم السيلز أستاذ أمجد أندراوس. مدير الحسابات أستاذ مينا ويليام. مدير الشؤون القانونية أستاذ روماني حليم. IT Manager المهندس جورج صادق. HR Manager أستاذة إنجي فهمي. جلالة Project Manager المهندس جورج ويليام. المهندس أسامة محسن Capital Project Manager. الأستاذ إبرام نبيل Graphic Design Manager. المحاسب الأستاذ فيكتور فرحات. وينوب عن الأستاذ كمال كامل الأستاذ روماني حليم. أستاذ مايكل مراد مدير فريق المبيعات. هي حققت أعلى مبيعات في الشركة كلها في اللونش الأخير إيرين جمال. في بقى عندي اتنين يعني هم مديرين مبيعات، أستاذ أمجد ناروز والمهندسة ميرا يسري. سينيور سيلز أستاذ كارتر عبدو. أستاذ مودي إبراهيم. أستاذة مريم رفعت. أستاذة سارة مراد. أستاذة سارة مريد. أستاذ رفيق رضا. أستاذة أسماء الإمام. أستاذ بيشوي ألبير. أستاذ طارق سعد. أستاذ مايكل منير. أستاذة مارينا رزق. النهاردة هو Progress Path Partners، إن احنا بنحتفل بشركاء المسيرة اللي نجحوا معانا وكبروا معانا من البداية. ده كان المؤتمر الصحفي اللي بتعلن فيه شركة بيتر هاوس عن مشروعاتها، وتحديدا فتح المرحلة الجديدة من الفيلات في مشروع فيدالا الجلالة. احنا سمعنا كلام مبشر، ويمكن كل الحاجة اللي عملت انطباع جيد جدا عند الحضور فكرة ان انتوا اوريدي بانيين، وده اللي بيدي انطباع بالجدية والثقة، وبيدي انطباع كمان عن البلاء المالية للشركة انها قادرة انها تكمل المشروع وتسلمه. الحمد لله، فعلا دي فعلا حاجة حقيقية. التنفيذ هو سيد الموقف، هو ده من البداية احنا خدنا الشعار دوت ومكملين على اساسه. كويس، نصيحتك الاخيرة دلوقتي للمشاهدين انه الجلالة هي اللي جاية، فالحق دلوقتي عشان تبقى شريك معنا في المكسب. بالظبط، بدر بالاستثمار عشان تبقى شريك معنا في المكسب. هي الفكرة في كده. يعني احنا دلوقتي احنا يعني كنا بنكرم الموظفين لنجاح المرحلة الاولانية، وبنكرم معنا العملاء كمان، وبنقول لحضرتك كون شريك معنا. كون شريك معنا. كون شريك في اللي جاي. شرفت ونورت يا باشمهندس، شكرا جزيلا. كل التحية ليك وللزملاء في الشركة، وبإذن الله المرحلة دي كمان تشهد نجاحات أخرى لبيتر هاوس. شكرا جزيلا، نورت. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. خلصت فقرتنا وكمان خلصت حلقتنا. أشوفكم بكرة على خير. دايما العنوان اللي بيجمعنا آخر النهار.